بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأحد إن شاء الله القادم جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشييع الراحل العالم الدكتور أحمد زويل. إذن جنازة عسكرية إن شاء الله يوم الأحد القادم من مسجد المشير طنطاوي. يصل جثمان الراحل أحمد زويل يوم الأحد إلى القاهرة، والجنازة العسكرية من مسجد المشير. يوم الاثنين القوات المسلحة قررت فتح أو استقبال أو إقامة عزاء شعبي للراحل الدكتور أحمد زويل، أيضا سيكون في مسجد المشير طنطاوي يوم الاثنين القادم. طبعا في لغط كتير جدا من امبارح حول الجنازة العسكرية، وهي الجنازة العسكرية تقام لمين وما تقامش لمين وإيه. عايز أقول لحضراتكم الموضوع بس عشان حالة الارتباك والحالة اللي مسيطرة على البعض، وبدل الناس ما تعزي والناس يعني أي حد يتوفاه الله بنعزيه وربنا يرحمه، ولكن في حالة كده بعض وانتوا عارفين، وهكلمكم على الموضوع ده بعد شوية. ولكن ليه جنازة عسكرية؟ جنازة عسكرية كل واحد أخذ قلادة النيل بتقام ليه جنازة عسكرية. كل شخص حصل على قلادة النيل له جنازة عسكرية، ده القانون بيقول كده. مش هي بس، كمان في قلادة الجمهورية وفي وسام النيل. اللي بياخد التلات أوسمة دول بتقام له جنازة عسكرية. المشكلة مش في الدكتور أحمد زويل دلوقتي، لا، احنا عندنا مشكلة أكبر على فكرة، وهقول لكم عليها جايز نسيتوها. مشكلتكم في محمد مرسي العياط. محمد مرسي العياط واخد قلادة النيل، هو اللي ادها لنفسه، ما حدش ادها له. فاكرين من 4 سنين بالظبط زي الايام دي في شهر 8/2012 طلع كده قرار جمهوري ادى نفسه 12 وسام ونجمة، 12 وسام ونوط، منهم قلادة النيل. فالمشكلة مش الدكتور زويل ربنا يرحمه ويحسن اليه، فعندك مشكلة في محمد مرسي. محمد مرسي اتعدم مثلا بكره ولا بعده ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها، تاخده من سجن السناف اللي بينفذ فيه الاعدام على جنازة عسكرية؟ هي دي مشكلتكم، مش مشكلتك خلاص الدكتور زويل ربنا يرحمه. طب اللي في ايدك اللي تقدر انت ما تمنعه النهاردة انه تقام ليه جنازة عسكرية بعد الخيانة والإرهاب والإرهاب، يعني هتقيم جنازة عسكرية الإرهابي؟ لأن مرسي عمل إيه؟ هقرأ لكم عمل إيه مرسي، لازم أقول لكم. في أغسطس